أصدقائي سنتعرف اليوم على السلم الموسيقي واسم وإيقاعه. هذه تسمى بعلامة دو، وهذه ري، أما هذه مي، مفهوم العلامات الموسيقية. دو معناها قوة، رجاء، سلام، فا وحدة وضلع، نشاط، إذا لاحظتم في الإيقاع الموسيقي ري رجاء وسي رجاء، كلتاهما لديهما اختلاف، ولكن الكلمة لا. ري معناها أنها هي التي سترجوك،